ما بعد خمسة صن داونز؟ ما بعد خمسة صن داونز؟ هل النادي الأهلي لسه ليه فرص في الصعود من المجموعة ولا الموضوع عامل إزاي؟ هنشرح المجموعة شرح تفصيلي. هل الأهلي ليه فرص في الصعود؟ هل فعلا صن داونز هيخرج النادي الأهلي من المجموعة؟ لا مش زي ما انت فاكر، ومش عشان هم محترمين، ومش عشان الكلام ده، خد مني كل تفاصيل المجموعة. طالما الكلام في حسابات وفي أرقام وفي مين يصعد ومين ما يصعدش وفرق أهداف والحاجات دي، تجيل انا وسيبك من اي حد، لان محدش هيشرح لك المجموعة زي ما انا هشرحها لك. الاهلي لسه ليه فرص صعود، وفرص صعود كبيرة جدا كمان، بقول لك كبيرة جدا، ومش عشان صن داونز فريق محترم ومش هيسيب الماتش والكلام الفاضي ده، لا، وهفهمك كل التفاصيل لما ندخل في الحلقة. ما كنتش حابب ان اطلع اتكلم على موضوع المجموعة، لاني قلت عايز النادي الاهلي اصلا يخرج من المجموعات بعد الفضيحة اللي خسرناها النهاردة من صن داونز 5. الفيديو هينزل لك بعد طبعا الهزيمة بيوم، لكن انا بصور دلوقتي الساعة 4:30 الفجر، مش عارف انام من كتر ما الواحد مخنوق وزعلان من اللي حصل في النادي الاهلي. عايز اسأل بس سؤال، هل لعيبة النادي الاهلي نايمة دلوقتي؟ هل نايمين ومرتاحين كده وبالهم عادي، ما عندهمش اي مشكلة؟ جماهير النادي الاهلي شيطة وعلى اخرها ومش عارفين يناموا ومخنوقين اخر حاجة. ما شفناش ابدا في حياتنا النادي الاهلي يوصل للحالة اللي هو فيها دي، انه يبقى مستباح واي فريق بيهاجمك ويسجل فيك 5 اهداف من قبل الماتش وهم رافعين لك تابوت كاتبين عليه الاهلي. معاهم حق، ما هم دفنوك في الماتش وموتوك في الماتش فعلا، فهم ما هددوش، بس انت ما قدرتش ان انت تاخد حقك، ما قدرتش انك تلعب بروح الفانيلا الحمراء وبروح تيشيرت النادي الاهلي وتعرف انت بتمثل مين، انت لابس تيشيرت اعظم فريق موجود في القاره. للاسف خسروك وكسبوك بخماسيه تانية. كنا بنقول الخمسه بتاعت صن داونز دي ستدفعون ضريبتها الى يوم تبعثون، دلوقتي بقت العشرة، ما بقتش الخمسه. حاجه تحزن وحاجه تحصر كده ان النادي الاهلي يخسر بخماسية من صن داونز، واكيد مش هقول لك فرق 3، اصل احنا سجلنا جولين والكلام بتاع شغل العيال بتاع الزملكاويه لما كسبناهم احنا 5، الخماسية هي 5، دخل فينا 5 تجوال واتهنى حرفيا في مباراه امبارح. فخلينا اكلمك عن المجموعه اللي جاي اتكلم عليها دلوقتي، عشان ناس كتير قوي بتبعت لي رسائل وبتكلمني وبتقول لي اشرح لنا المجموعه، هل الاهلي ليه نسبه صعود؟ الاهلي ليه نسبه صعود ونسبه كبيره جدا، وزي ما بقول لك مش عشان صن داونز محترمين، لا، عشان هم ما يقدروش يسيبوا المباراه دي، وهقول لك ليه وهشرح لك وهفهمك ليه دلوقتي. خلينا نتكلم الاول عن المجموعه. حالها دلوقتي ان صن داونز في الصداره معاه 10 نقاط متصدر، اتعادل في مباراه واحده مع النادي الاهلي على ارض النادي الاهلي، وكسب 3 ماتشات معاه 10 نقاط. يجي من بعديه الهلال السوداني اللي معاه 9 نقاط من 4 ماتشات، كسب 3 واتغلب مباراه واحده من صن داونز القطر اللي ما بيقفش. بعديهم النادي الاهلي من 4 ماتشات معاه 4 نقاط بس، والقطن الكاميروني حصلت المجموعة معاه 0 نقطة. خلينا اكلمك كمان عن الاهداف، صن داونز مسجل 11 جول وجه في مرماه 5 اهداف، يعني بلس 6. الهلال السوداني مسجل 5 تجوال وجه في مرماه 2، يعني بلس 3. والنادي الاهلي مسجل 7 ودخل فيه 8، يعني سالب 1. اما القطن فمسجل 2 ودخل فيه 10، سالب 8. ده حال المجموعة الحالي. المباراة الجاية مين ومين؟ المباراة الجاية صن داونز هيلعب مع الهلال، دي المباراة الحاسمة للمجموعة، وقبليها هيكون الاهلي لعب مع القطن الكاميروني، هنروح نلعبهم هناك في ارضهم في الكاميرون. الاهلي هيلاعب القطن يوم الجمعه، بعد كده السبت تبقى مباراه الهلال، هيستضيف على ملعبه في ام درمان هيستضيف صن داونز، مباراه من غير جماهير، مباراه بين الهلال وصن داونز، مباراه تحسم المجموعه 100%. بعدها اقدر اقول لك رسميا مين اللي هيصعدوا من المجموعه. طيب ليه بقول لك ان النادي الاهلي له حظوظ كبيره؟ اولا انت هتلعب مع القطن، طبيعي انك تكسب القطن فتاخد 3 بونت تانيين، يبقى معاك 7 نقاط. مصل معلش، انت لو ما كسبتش القطن رسميا النادي الاهلي بره المجموعه، وساعتها يبقى بقى ايه؟ يعني مش عارف اقول ايه، القطن ده مغلوب 4 ماتشات، انت لو خسرت منه خلاص بقى روح كده، ايه اللعيبه دي كلها تطلع تعتزل، يعني تطلع تقول احنا خلاص ده اخر ماتش لينا لو ما كسبوش القطن. فالطبيعي ان انت هتكسب القطن باي حد، باي حد يلعب، لان باذن الله بكره هنعمل حلقه نتكلم فيها عن اللعيبه، نتكلم مين اللي المفروض يكمل معانا في الموسم كده، ومين اللي يقعد يتجمد بقى على الدكه شويه، يتجمد كتير، مش عايزين نشوف بعض اللعيبه في الملعب. لكن النهارده هنتكلم عن المجموعه بس، مش هتطرق الكلام عن اللعيبه خالص، خلي اللعيبه لبكره. وفي طبعا لايف هيكون بالليل بعد مباراه الزمالك وانبي في الدوري المصري، مباراه مهمه للزمالك كده، هل الزمالك هيستغل الاستفاقه بعد ما كسب الترجي ولا ايه؟ خلينا نتكلم ان الاهلي هيكسب القطن الكاميروني المباراه الجايه، والسكور مش مهم، خدها دي مني كده وهفهمك ليه السكور مش مهم هنا. الاهلي يكسب القطن ان شاء الله 1-0، خدت 3 نقاط بقى معايا 7، هستنى مباراه صن داونز والهلال. كل الناس فاهمين
مصدقين ان صن داونز هيسيب الماتش للهلال. طيب هيسيب الماتش انهم يتعادلوا مثلا؟ لو يتعادلوا النادي الاهلي لسه في الصوره، الاهلي ما خرجش. ليه؟ لان التعادل يخلي الهلال السوداني 10 نقاط ويخلي صن داونز 11. طيب الهلال لما يبقى 10 فاضل له مباراه واحده مع النادي الاهلي، الاهلي هيلعبه اخر ماتش وانا كسبان القطن معايا 7، هلعب مع الهلال. لو كسبت الهلال ابقى 10 انا والهلال 10، احنا الاثنين 10 زي بعض. طيب المواجهات المباشره، هو كسبني 1-0 في ملعبه وانا هبقى كسبته المباراه الاخيره، فلو كسبته باي نتيجه اكتر من فرق واحد يصعد النادي الاهلي تاني مجموعه، ده في حال التعادل الهلال. طب لو الهلال خسر يفضل 9 زي ما هو، فالنادي الاهلي يلعبه اخر ماتش، اكسبه باي سكور اصعد انت مركز تاني لانك معاك 10 نقاط بعد صن داونز اللي خلاص ضمن المركز الاول في حاله انه ما يخسرش قدام الهلال. طيب النتيجه الاخيره بقى اللي كل الاهلاويه خايفين منها، ان صن داونز يسيب المباراه للهلال ويخسر من الهلال. ما هو في حاله خسارته خلي بالك ساعتها الهلال يبقى كام نقطه؟ الهلال ساعتها هيبقى معاه 12 نقطه وصن داونز يفضل زي ما هو 10 نقاط وعنده اخر ماتش مع القطن يكسبه يوصل 13. ساعتها الهلال معاه 12 نقطة وصن داونز هيفنش خالص ب 13. الهلال معاه مباراة مع الاهلي بعديها، ولو الهلال كسب الماتش ده الاهلي ملوش اي حظوظ في المجموعات، فساعتها الماتش الاخير ده مش في حساباتي، مش فارق معايا، العبه بالناشئين، اسيب المباراة، مش فارق معايا. فساعتها الهلال لو اتعادل الماتش ده يوصل 13 نقطة زيه زي صن داونز، وهو كسبان صن داونز على ملعبه لان صن داونز ساب المباراه، يصعد الهلال اول مجموعه. فصعود الهلال اول مجموعه صن داونز تاني يبقى هتقابل واحد من اوائل المجموعات التانيه. صن داونز ما يحبش دي. ليه ما يحبش دي؟ لان ببساطه اوائل المجموعات التانيه فرق قويه جدا. انت بتتكلم عن الرجاء المغربي اللي لعب 4 ماتشات كسب الاربعه مسجل 13 جول ودخل في شباكه هدف واحد، فريق مرعب، فريق ما تحبش تقابله في دور الثمانيه. لو قابله قابله بعد كده، قابله في نص نهائي، قابله في نهائي، ما حبش شخبط فيه بدري بدري كده. في فريق زي الرجاء المغربي اللي كده كده صاعد اول مجموعته لانه معاه 12 نقطة، اقرب حد ليه معاه 6 نقاط، نصه لو خسر الماتشات اللي جاية كلها هو اول مجموعته برضه. فالرجاء المغربي ما تحبش ابدا صن داونز ان هي تخبط فيه المباراة الجاية. طب باقي المجموعات، المجموعة التانية الوداد هو اللي متصدر فيها، الوداد المغربي اللي معاه 9 نقاط واقرب حد ليه معاه 7، وانا بقول لك الوداد هيفنش اول. فانت هتلاعب يا الوداد يا الرجاء يا اما من مجموعة الزمالك حاليا صدر الترجي، هتلعب يا ترجي يا وداد يا رجاء. الثلاثه رخمين، الثلاثه فرق ما تحبش ان انت تخبط فيهم في دور الثمانيه. فهيضطر صن داونز ان هو يعمل ايه؟ عينيه على ان هو يصعد اول مجموعته. طب دي احسمها ازاي؟ احسمها بان انا اكسب المباراه الجايه او على الاقل اتعادل، لانه لو اتعادل المباراه الجايه بقى معاه ساعتها 11 نقطه والهلال معاه 10 نقاط، هو عنده ماتش مع القطن هيلب القطن ويكسبه بسكور يبقى وصل 14 نقطه صعد اول مجموعه. فالحاجه اللي صن داونز يقدر يعملها انه يسيب المباراه بتعادل، لكن انه يخسر في المباراه يبقى بيعرض نفسه بنسبه كبيره انه ممكن يصعد تاني مجموعه، لانه ساعتها هيعوز يشوف الاهلي هيعمل ايه مع الهلال، والاهلي ساعتها مش فارق معاه لان انا خلاص خرجت كده من المجموعات رسمي بخساره صن داونز في المباراه الجايه. فالماتش الاخير قدام الهلال مش فارق معايا حرفيا، ممكن العبه بفريق اشبال في النادي الاهلي والماتش لو خسرته عادي. ايا كان بقى سيبك الاهلي مع الهلال وماتش في طار وانا عايز اكسبه والكلام ده، لكن الله اعلم لما اكون خرجت من المجموعه تفكير النادي الاهلي والكولر يبقى عامل ازاي، وصن داونز مش هيسيب الموضوع يبقى خارج عن ايديه كده انه يطلع تاني مجموعه ويتعرض انه يقابل ترجي او رجاء او الوداد في دور الثمانيه، فممكن يخرج بدري من البطوله اللي هو متارجت ان هو يكسب البطوله دي وعايز ياخدها. فاعتقد ان صن داونز مش هيفرط في الصداره فهيلعب المباراه بجديه. طيب المباراه لو اتلعبت بجديه توقعاتي صن داونز يكسب، صن داونز حتى ما يتعادلش لا يقدر يكسب. انا شفت الهلال وشفت صن داونز، فرق مستوى كبير جدا، فرق مستوى على فكره بين صن داونز والاهلي كمان. يعني صن داونز اعلى من كل الفرق اللي موجوده في المجموعه ومن كل الفرق اللي موجوده في افريقيا دلوقتي. صن داونز في حته ثانيه، فريق ممتاز جدا، كورته سريعه وكورته عاليه وكورته مش كره افريقيه اساسا، جماعيا ممتازين، فرديا ممتازين، تسديد من بره ال 18 كل حاجه عندهم عاليه جدا. هيلعب في مودرمان الملعب القوي والملعب الصعب جدا للهلال، لكن مفيش جماهير تضغط على اللعيب. والله دول بقى هتلعبهم الساعه 3 العصر، هم اصلا بيلعبوا 3
العصر مش هيفرق معاهم، فالمباراة مش هتكون سهلة ابدا على الهلال، والهلال هيستقتل في المباراة دي لانه عارف ان التعادل او الخسارة بنسبة كبيرة تخرجه من المجموعة او تخليه يلعب بقى مع النادي الاهلي مباراة وكأنها نهائي دوري ابطال افريقيا، لانك ساعتها فوز النادي الاهلي عليك يخرجك من المجموعة. فماتش هيكون في منتهى القوة، هتفرج عليه طبعا من اوله لاخره وهشوف ايه اللي هيحصل والنتيجة هتخلص كام كام، وهطلع اتكلم بعديه ايا كان صن داونز كسب اتعادلوا مع بعض، الهلال كسب والاهلي خرج من المجموعة، هنشوف المباراة من اولها لاخرها وهنتابعها اكتر من مشجعين الهلال السوداني ومن مشجعين صن داونز الجنوب افريقي. الاهلاويه هيبقوا قاعدين بيشوفوا المباراه دي بعد ما ان شاء الله نكسب القطن في المباراه اللي قبليها، فانا توقعي ان صن داونز هيكسب الماتش ده عشان يخرج نفسه من الحسابات خالص، وتبقى المباراه الاخيره بين الاهلي والهلال مباراه حسم المجموعه، مين اللي يقدر يصعد. عندي ثقه ان النادي الاهلي لو وصلت للشكل ده هقدر اكسب على ملعبي، لان اكيد مش هخسر على ملعبي من الهلال السوداني اللي كسبني هناك في ملعبه وحفل وهزر وروش وعمل كل الحاجات اللي انتوا شفتوها دي. فاكيد لما هيجي لي هنا في القاهره مباراه لا تقبل القسم على 2، مباراه فيها الصعود، اكيد هكسب واصعد انا لدور الثمانيه. ده توقعاتي للمجموعه، شايف ان النادي الاهلي لسه نسبه صعوده كبيره مش قليله خالص، وهنشوف. والله سيف الفيديو يا عم، عندك عارف انك هتهزر وعارف انك هتروش، انا على اخري اساسا وانا مخنوق من الفريق اكتر منك والله، لكن بكلمك عن واقع، بكلمك بارقام، بكلمك عن مجموعه وحالتها عامله ازاي. انا شايف ان صعود النادي الاهلي لسه متاح ولسه موجود ولسه وارد ونسبته كبيره مش قليله، لان زي ما بقول لك صن داونز مش هيحب يطلع تاني مجموعه، ودي توقعاتي. والله بعد المجموعات هنشوف الدنيا ايه اللي هيحصل فيها، وهترجع لي وتكتب لي في الكومنتات كده انت كان معاك حق. اعمل دلوقتي فولو لصفحتي على الفيس، واعمل اشتراك على قناتي على اليوتيوب، وفعل الجرس عشان تجيلك كل الحلقات واللايفات الجايه. في لايف مهم جدا هيبقى المباراه الزمالك وانبي في الدوري، هنتكلم بعد الماتش ونشوف الزمالك هل هيكمل الفوقه بتاعته بعد مكسب الترجي، ولا هيفضل يتعثر في الدوري، ولا الموضوع هيبقى عامل ازاي. لايك كتير للفيديو، شير على قد ما تقدر، خليه يوصل لكل الناس، خلي كل الناس تشوف المجموعه وتعرف ان النادي الاهلي لسه عنده فرص للصعود، عشان ناس كتير بتسال عن الموضوع ده وبيقولوا ان لا خلاص الاهلي خرج رسميا لان صن داونز هيسيب الماتش. اعمل شير للفيديو كده وعرف غيرك. سلام.